كان أمل وأمل جميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون اليوم يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم الذي أثبت الله أكبر يا جماعة وأكبر دوما القاسي والداني كل ما تحبه يبان سلام. أتى يوم الحصار فروا إليه أبواب من التمسك مرشح أبواب تعد عكاسا صادقا وأمينا للأبواب التي مارست فيها لجنة الانتخابات الرئاسية عملها مرار الشهور الأربعة المنصرمة. السيدات والسادة، لقد بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية على لها في منتصف شهر فبراير ولا تحيط عن نوائبها وتضرع عن حب أعينها مصالح البلاد ورضا شعبنا العظيم مقصدا وهدفا ومبتغى. أقول بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية عملها على هدى مكافأة غير أنها واجهت منذ اللحظة الأولى وقبل أن تبدأ عملها حربا شعواء وحملات التخبيط والتشكيل شنتها العديد من ترميها إفكا وبهتانا بكل نقل صيغة محاولة دوما في موقف مدافع بعرقلتها عن التفرغ لإدارة العملية الانتخابية بالحيدة والتبرم اللائقين والمحققين آمال شعبنا وتطلعاته حاولت معروفة أعضاء اللجنة وأقرب المتاهين والأراضين ودأب البعض على الاعتراض على قراراتها مستخدما من صفحات الجرائد ومنابر الإعلام طريقا للاعتراض دون أن يسبق الطريق الذي رسمه القانون. نفذ البعض حملات ممهدة من الأبواء العاصفة لم تدع شيئاً يشغلها عن أداء عملها أو يعرض سعيها الحديد لتحقيق آمال وطنها. خاضت اللجنة بمعاونة أمانتها ومكتبها الفني الذي أوجه لأعضائنا هنا كل التحية والتقدير
يا عم خلصنا بقى. بص بص لجنة احكام القانون حينما فحصت اوراق المرشحين فقبلت من قبل واستبعدت من استبعد من هنا راته متفقا مع احكام القانون ولا شيء سوى القانون واعلنت لجنه دوما نحن لا نخشى وعيدا ولا نرتدي وعدا وسيرى تعديل قانون ما سبق Thank you.
الاختصاص، واجتهادهما على اختصاص اللجنه القضائيه قاصده بذلك ان تكون المثل والقدوه في احترام الاحكام وتنفيذها، مخلصه من يقول انها تحتمي الماده 28 من الاعلام الدستوري لتفعل ما تشاء، وانها تقضي بالهوى، وكان ان صدر حكم المحكمه الاعلى بقبول طعن اللجنه والغاء الحكمين. ثم جاءت لحظه الاختيار الاول، فكان يوم الانتخاب، وخرجت جموع المصريين ترسم باصواتها مشهدا ديمقراطيا رائعا إشراف قضائي كامل، ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، والذي دعي بعضهم بحضوره في سابقة أولى غير مسبوقة، تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية لتغطية وتغطية إعلام واسعة الخطاب، فخرجت الانتخابات الأولى كما تابعتم معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية على النحو الذي شهد به المتابعون جميعا. يبقى أن الشعبون الخاسرون حتى لحظة إعلان النتائج، ثم توبئ اللجنة بهؤلاء يملؤون الدنيا صخبا عن تزوير وخروقات وتجاوزات وانتهاكات ارتكبت، لم يذكروا عنها شيئا طوال يوم الانتخابات، وطعن من طعن، ونظرت اللجنة الظهور وتبين لها عدم صحتها، بل وتبين لها ان حجا من الطاعنين لم اللجنة العامة رقم 27 اكتشفت اللجنة في القضاء
الدكتور احمد محمد شفيق زكي 12000.